اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر ما أمرت به. اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واجبر خاطري جبرا أنت وليه. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي، وسهل علي ما استثقلته نفسي. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. يا رب أدعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لي حاجة ولا تحني لي قامة ولا تفضح لي سرا ولا تكسر لي ظهرا ولا تعظم علي أمرا. اللهم فوضتك أمري كله،
فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.